أهلا بكم. مصر بلد الحضارة، مصر بلد الثقافة، الموروث الشعبي الخاص بالثعابين كثير جدا في مصر، يمكن أكثر دولة فيها ثقافة خاصة بالثعابين لأنه المساحة شاسعة، واختلاف البيئة في مصر بيكون سبب رئيسي للحكاية هذه. نبدأ قصة الموروث الشعبي في مصر مع المثل اللي بيقول فلان زي الثعبان لدغته والقبر، وبيقولوا فلان لابد في الدرة زي الثعبان، أو هو بيتكلموا عن الثعبان أساسا. الموروث الشعبي في مصر ارتبط ببعض الأشياء اللي كانت موجودة في الحضارة الفرعونية. طبعا الفراعنة كان عندهم علاقة مع الثعابين وكان في طقوس معينة بيسووها. الغريب في مصر انه لما يصير زلزال بيقولوا شكله قرون الثعبان اتحركت، عندهم اعتقاد انه ارض مصر موجودة على قرون ثعبان. اول ما تجيب سيرة الثعابين في مصر لاي شخص عادي يفتكر انه ثعابين السمك، وبيتكلموا انها لذيذة وانه طعمها حلو. لو عرفوا انه ثعبان حقيقي على طول بيقولوا عليك يا إما محوي يا إما أنت رفاعي. أتكلمنا عن الرفاعية وقلنا أشياء كثير عنهم. بعض الأشياء اللي بيعتقدوا فيها الناس في مصر إنه الرفاعي لما يطلع ثعبان من جوة البيت بيلفوا على رقبة صاحب البيت عشان يصير في عهد الثعبان ما يرجع للبيت مرة أخرى. طبعا قصص الرفاعية كثيرة جدا، صعب إنه نحصرها، لكن أتكلمنا في موضوع الرفاعية عن بعض الأشياء الخاصة بكده. حكاية الانتقام منتشرة جدا في مصر والناس معتقدين فيها بشكل كبير جدا جدا جدا. بيقولوا انه فلان قتل ثعبان وهرب من البلد عشان الثعبان، اولي فلان ينتقم منه. راح بلد تانية لقى الثعبان في البلد التانية موجود، راح بلد تانية الثعبان فضل يجري وراه من بلد لبلد لبلد لغاية ما انتقم منه. وبيقولوا انه ثعابين كثيرة دخلت البيوت ما لقت أولادها أو خلفتها، فحاولت تنتقم من أصحاب البيت إنه تبخ السم في الأكل وفي الموية. وتكلمنا في حلقة الانتقام عن الحكاية هذه، قلنا إن كلها ما لها أي أساس من الصحة. صاحب أرض في مصر عنده ثعابين، كل ما يشوف ثعبان يقتله، يلاقي الثعبان ثاني يوم موجود في نفس المنطقة اللي قتلوا فيها، بيقتله ثاني يوم ثالث يوم نفس الموال، كل ما يقتله الثعبان بيطلع له. آخر ما غلب من الحكاية هذه قتل الثعبان وحرقه لغاية ما أصبح رماد. الحمد لله الثعبان اختفى، لكن رجع طلع بعد أسبوع. بيقولوا إنه في عداوة بين الناس وبين الثعابين، والاعتقاد هذا شائع جدا في العالم العربي كله عموما، إنه في عداوة بيننا وبين الثعابين. في ناس هم مسافرين لو شافوا ثعبان الحكاية هذه بالنسبة لهم حظ حلو أو فال حلو زي ما بيقولوا. ناس بيربوا الثعابين وخصوصا الفلاحين عشان بتحرس لهم الغلة أو بتحمي لهم الغلة، بتأكل الفيران بتأكل الأشياء الضارة، بيأكلوا الثعابين بدوها بيض بدوها حليب بدوها أكل، المهم بيأكلوها بيشربوها وبتعيش داخل البيت، بتحمي البيت وبتحمي الغلة. وفي قصص كثيرة جدا بيقولوا إنه واحدة سابت طفلتها في البيت رجعت لقت ثعبان بيغني للطفلة. الحكايات هذه منتشرة بشكل كبير جدا، وفي اعتقاد شائع زي ما قلنا عليه اللي هو ربط الثعابين بالجن أو الشياطين. عشان كده في مصر بيقولوا الثعبان لو دخل البيت بيجيب الفقر، وبيقولوا لو ثعبان دخل البيت وقرينا عليه قلنا له أطلع، قلنا أي حاجة تطلعه من البيت، لو طلع من أول مرة أو تاني مرة نعرف إنه شخص متربص لينا، عنده حاجة حيسويها، حاجة مضرة حيسويها، فبالتالي أصحاب البيت ما يهدوا ولا يرتاحوا إلا لما يعرفوا مين الشخص هذا وإيش بده يسوي بالضبط. حكاية الجوهرة منتشرة بشكل كبير جدا في مصر، وناس كثير بتكلموا عنها، وفي ناس بيقولوا إنهم لقوها، وفي ناس بيدوروا عليها. أتكلمنا في حلقة الجوهرة عن الحكاية هذه وقلنا إنه ما لها أي أساس من الصحة، لكن معتقدات موجودة والناس بتكلموا فيها بشكل كبير جدا.
في ناس داخل البيت ما يجيبوا لفظ الثعبان أو سيرته نهائيا، لما يشوفوه يقولوا أو يتكلموا عنه يقولوا إلا ما يتسماش اللهم احفظنا برا وبعيد الأشياء هذه، وبيقولوا إنه في الليل ما يجيبوا سيرته لأنه ممكن يطلع. وفي ناس عندهم اعتقاد إنه لو قلنا كلمة ثعبان 100 مرة حيطلع لنا. هذه حاجة معروفة وحاجة منتشرة بشكل كبير جدا، يخافوا من كلمة الثعبان لأنه زي ما قلت ربطوها بالجن أو بالشياطين. بيقولوا إنه الثعابين بتعيش في المنور تبع البيت، موجودة في كل البيوت القديمة، وموجود إنها حارسة للبيوت، وموجود إنها حارسة للكنوز، وحتى في بعض الناس بيقولوا إنها حارسة للأرض. شفنا شخص عنده في الأرض تبعه ثعابين لكن ما بيقتلها، سألنا إيش السبب، فبيقول إنه أبوه هو اللي أرسلها وخلاها تحرس الأرض هذه. سألنا أبوك فينه؟ قال أبويا متوفي. أبوه متوفي لكن بيرسل الثعابين هذه عشان تحرس له الأرض. الثعابين في المعتقدات أو في الموروث الشعبي المصري ما تموت، لكن عشان يقتلوها بيحاولوا يحطوا لها جير جوة الدجاج بتاكل الدجاج، لكن معروف إنه الجير بيتفاعل مع الموية، فالثعبان لما يأكل الدجاج يشرب موية ينفجر بعد ما يتفاعل الجير معه. لما يقتلوا الثعبان داخل المنزل بيمسحوا الأرض بالغاز أو بالبنزين عشان يمحوا أثر الحكاية هذه، وعشان لا يجي الثعبان الثاني يشم ريحة الدم فينتقم من أصحاب البيت، لأن حكاية الانتقام دي زي ما قلنا منتشرة بشكل كبير جدا. في أشياء كثيرة جدا بيقولوها على أساس يسووا معاهدة بينهم وبين الثعابين، يعني مثلا بيقولوا أمانة عليك يا ثعبان لا تأذي النايم ولا الغفلان. هذه حاجة من الحاجات اللي بيقولوها، وبيقولوا بسم الله لا تؤذيني ولا أزيك، أنت في حالك وأنا في حالي، وبيقولوا اذهب عني بيني وبينك حد الله. هذه حكاية من الحكايات اللي منتشرة في معظم الأراضي المصرية اللي متعلقة بالثعابين. موضوع مهم نعرف الحاجات هذه ونحاول نفكر من فين جاءت الحاجات هذه وإيش أساسها بالضبط وكيف طلعت وكيف الناس اعتقدوا بها. لا نأخذ الأمور مجرد مسلمات وخلاص، نحاول نفكر في الموضوع، نحاول نشوف إيش الصح وإيش الغلط في الحكاية هذه. أتمنى لكم السلامة وربنا يحمينا ويحميكم من شرور الثعابين. تحياتي أعزائي متابعين اليوتيوب، لو عجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.